شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. الشيء اللي صار فيك تقولي عنه سوء فهم، صدفة، كوميديا، فيك تقولي عنه كل شيء إلا أنه يكون إهانة لإلك. طانت، أنا لولا الحرب لكنت هلأ متخرجة أدب فرنسي وعم بشتغل علاقات عامة بمعمل بابا بحلب، فشوي صعب علي أشتغل قهوة وشاي. أكيد الشغل ما عيب، بس أبوكي كان عنده معمل بحلب؟ إيه، كان عنده معمل تحضير وصباغة قماش، وكان تحت إيده أكتر من 200 عامل، بس راح كل شي. وبدك تعودي كل شي راح من إبني. ما بقي غير البيت، وبكرة الصبح رايح بابا على حلب يبيعه. إن شاء الله يا رب ينباع. أنت شوشتيني وأنا كنت بدي أحكي معك بموضوع تاني.
شوفي هاي الورقة. إيش هاي؟ هذا عقد عمل لوحدة موظفة بقسم الحجوزات بمكتب السياحة والسفر. إيه؟ شو إيه؟ قريتي اسمها؟ رئيفة. رئيفة يعني نحن عنا اثنين رئيفة. رئيفة اللي شفتيها اليوم الصبح واللي بتعمل شاي وقهوة، وأنا كنت بقصد موظفة الحجوزات اللي اسمها رئيفة. طيب معناتها صار سوء تفاهم. أكيد طانت، بس أنتي كان لازم تستفسري قبل ما تطلعي بهالطريقة البشعة. تفضلي. شكراً. شو يا رئيفة؟ قال جود بده يستغني عن خدماتك لأنه ملاقي حدا مودرن أكثر منك. شكراً على القهوة. تشرفت بمعرفتك. باي. تفضل ارتاح، ارتاح هون. شكرا. شلونك؟ شلون احوالك؟ نعم. صحتك؟ صحتك شلونك؟ صحتي الحمد لله الحمد لله، بس ركبي عم بيوجعوني. يا سيدي الله يشفيك، الله يشفيك. الحمد لله. ما قلت لي حجي ابنك تخرج من المعهد الصناعي؟ اي نعم سيدي، خلص وتخرج من شهرين. الله يصلحك، ليش ما قلت له يجي لعندي؟ خليه يجي لعندي فورا مشان اوصفه هون بالمعمل. وين؟ ايه هون بالمعمل. الله يخلي لنا اياك ويديمك وينور طريقك، بكره ببعثه لعندك. ايه ايش عليه؟ ايش عليه؟ بكره الصبح ها؟ ان شاء الله ان شاء الله. الله معك، مع السلامة. السلام عليكم. سلامات. يلا يلا. على كل حال حصل خير حبيبتي. اللي صار يمكن كان لازم يصير لحتى نتعرف على بعض أكثر، وخاصة إنه راح يصير في شغل بيناتنا. أنا بتشرف. أوكي. ومن هاللحظة بتعتبري حالك موظفة عنا بقسم الحجوزات. كمان بتشرف طان، بس أنا مسجلة معهد لغات وبقيان لي شهر لحتى أخلصه. أوكي ما في مشكلة طانت، أنت بهذا الشهر تجي لعنا زيارات
يعني منه بتتعودي على الجو ومنه بتعرفي طبيعة الشغل، وبس تخلصي مع هذا بتيجي بتداومي دوام كامل، ما في مشكلة أبدا أبدا، بس بتعتبري حالك من هاللحظة موظفة عنا. وافقت. ما بدك تسألي عن المعاش؟ ما هو مشكلة الراتب، يعني أكيد رح تعطيني يلي بستاهله. أوكي أكيد. اتفقنا؟ اتفقنا. صافي يا لبان؟ أكيد صافي يا لبان. طيب أوكي. رزان شو بدي أقول؟ بدك شي من بيروت؟ أنا هلأ طالعة على بيروت. نسيت الشيء الأساسي اللي جاي أقول لك عليه. الحقيقة أنا كنت جاي لسببين. السبب الأول إني بدي أوضح لك الشيء اللي صار بالمكتب، وتاني شيء بدي إياكي تمرقي بكرة لعند جود على المكتب وتعطيها هذا الظرف. هيك بتوفري علي مشوار طويل عريض قبل ما أسافر. الظرف إيش هاد؟ شوية ورق وشوية مصاري. يعني أنا بدي شي يومين ثلاثة لحتى أرجع من بيروت، وهذا الظرف اللي فيه الحجوزات لازم يكون بكرة الظهر عند جود بالمكتب. إيه ما مشكلة. ومثل ما حضرتك بتعرفي جود ما بيفيق لبعض الظهر، فبترجاكي تمرقي لعنده بعد الساعة 4. أكيد. وأنا بس أرجع بحاكيكي مشان تبلشي بالشغل، أوكي؟ ماشي. تروحي وترجعي بالسلامة يا رب. الله يسلمك. يلا باي. باي. مساء الخير بابا. ايش كنتي برا؟ ايه كنت برا، كان عندي موعد عمل يومين ورح استلم الوظيفة. وشو هاد؟ هدول عطتني اياهم صاحبة الشركة مشان اوديهم لابنها بكره. وش فيه؟ شوية وراق ومصاري دولارات، هنن بيشتغلوا بالسياحة والسفر والحجوزات هيك شي. ايه الله يوفقك، روحي سوي لنا كاستين شاي وتعي بركي عندي لاشوف. لك تكرم عينك احلى قباسين. أكدب عليك لو قلت بحبك لسه. أكدب عليك لو قلت نسيتك أمسى. أكدب عليك أمال استور على عرض الكاميرا اللي لك. انت لا تغني، لا تغني، اسمع بس. لا تغني يا بدر، انت تغني. امال على ايه؟ قول لي انت على ايه؟ اختار لي بري وانا ارسى عليه. امال على ايه؟ انا مسافر بكره على حلب. عرفت هذا الدلال ابو امجاد؟ يعني قال في زبون مشان البيت. ايه بس في شغلة ما بتعرفيها لا انت ولا امك ولا اختك. ما بتعرفوا انه انا ماني حابب ابيع البيت بحلب. بابا بعرف انك مانك حابب تبيع البيت بحلب، ومو بس انا اللي بعرف، كلياتنا بنعرف. على كل حال راي اخلي زيارتي لحلب هيك زيارة خاصة ما واكتر مشان اخلص من نقة لامك. طيب بابا سافر وانبسط، إذا ما بدك تشوفه لزبون لا تشوفه. لك إيه بس كمان يعني بالبيت ما عاد في معنا مصرات، يعني أنا صاير واقع بين نارين، ويلي أكلنا وشربنا ومصروفنا وآجار البيت، ويلي إنه بدي أبيع آخر شي بيربطني بحلب. بابا حبيبي لا تاكل هم، هي أنا رح أشتغل وديما كمان بكرة، وأنت شوي شوي شغلك بيتحسن، بعدين ولا أنا حابة نبيع بيتنا بحلب. يعني نحن قوايا ورح نطلع من هالأزمة بخير، يعني رح نطلع إن شاء الله. وأنا كمان هيك حيسس. جلال بتترك كل شيء من إيدك فوراً وبتجي لعندي على الفيلا، وبتجيب اللابتوب تبعك معك. حاضر مدام، بس ما بيتأجل الموضوع؟ تأخر كتير الوقت. لو بيتأجل ما كنت قلت لك بتجي فوراً. أنت معك سيارة؟ اي معي. اوكي لا تجيب سيارتك، تعب تاكسي. حاضر مدام.
وفض دماء شهدائنا الأبرار وبطولات وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة والقوات الرديفة والحليفة وصمود شعبنا الأبي، تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عودة الأمن والأمان إلى مدينة حلب بعد تحريرها من الإرهاب والإرهابيين. باسم باسم، لك تحررت حلب، تعي اسمعي. شو عم تقول؟ تحررت حلب؟ ايه كل حلب يعني تحررت؟ كلها كلياتها، يعني السبع برق والفرافرة والجنوب وبغوات القصب كلها تحرر. لك قطعت الكهرباء. لك ايش عليك؟ المهم تحررت حلب. ايش بك؟ لك ابوسي روحك على الخبرية. لك زلطي. لا 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 جود روبا، عن جد هاي الشغلة اللي براسك شغلتك تمام؟ هلا بدي أسألك، أمك لما جابتك حبتك شي؟ ليك على هالسؤال، إيه الله يرحم ترابها كانت تحب. طيب واللي بيحب التاني والمفروض يعمل له اللي بده اياه؟ مفروض هي المفروض يا سيدي. اليوم امي خبصت خبصه الله مولاه. شو عامله؟ وانا حببها لرزان وبحاول حببها بحالي. ايه اليوم لما كانت عندي بالمكتب اجت هيك بدها شغله يعني. لك ايه شو ايه؟ بتقول خالتك ام الجود بتخلق صدفة من تحت تقطيع الأرض وبتخترع موضوعه وبتهينها يا رزان إهانة. لك آخ بس شو عمني؟ شو قالت لها؟ ليش هي بتعرفها من قبل؟ لا اليوم تعرفوا على بعض. ايه إذا كانت رزان بفكر فيه واحد واحد بالمية، اليوم هدول الواحد بالمية اليوم طلبت منها انه بدي اياها تشتغل عندي بالمكتب. قال تعب القهوه وشرب. بتعرف شو احسن حل؟ اني اروح احكي لها لستي، احكي لها شو عم تعمل امي معي. اشكي لها يعني، اصلا امي ما بتخاف من حدا غير من ستي. ايه وهلا اشو؟ اشو يعني ما رح تبيع البيت بحلب؟ ليش لا أبيعه؟ أنا من بكرة رايح حلب، من بكرة. أو إذا ما بدك تبيع البيت لإيش طالع على حلب؟ بدي أضبط الأمور، وإن شاء الله إذا تيسرت معي من هون لآخر الشهر كلياتنا بنصير هنيك. بس ما في مصاري بالبيت، أنت شقد في معك؟ أنا معي إيجار روحة ورجعة وفوق 300 ورقة، هدول اللي معي. ما في ولا فرنك بالبيت. اليوم رزان راحت مشي على المعهد البنت سيتها. خلص لآخر الشهر، لآخر الشهر. شلون يعني؟ إيش بدنا نساوي؟ ما تاكلي هم، بتاخدي ساعات أبوي وبتبيعي. بتعرفي هاي غالي وبتجيب هلأ كذا ألف دولار. لا وميت نبي، هاي الساعة ما بتنباع. أنا بعرف شقد غالي عليك ولي علي. لا روحي ما وصلنا لهاي المواصيل منتحمل، معلش بعين الله. ألو أهلين أبو منير. أهلين خاي. إيه موجود موجود، تكرم عينك. دقيقة بس، أبو منير صاحب البيت هذا دقلك امبارحة بس أنا نسيت أقلك لأنه كان عندك شغل، كني بده يرفع إيجار البيت. ألو أهلين أخوي أبو منير، شلونك؟ إيه والله حق معك، بدك ترفع المية وخمسين؟ والله بيستاهل أكثر هو. إيه والله بيستاهل 300 ألف، أجره ب300. لا نحن ما بدنا نجدد العقد، مسافرين على حلب. إيه إن شاء الله بتلاقي زبون غيرنا. عراز يا أبو منير. إيه أمرك أنا تكرم. إيش توصينا هنيك لخاي؟ من عيني هي قبل هي، تكرم عيونك. على راسي. أهلين أهلين أهلين. الله ما الله ما الله ما الله. ما
الله يشبعه مصاري. ستي ايش وصاك؟ قال بده صابون. اه ايه لكن لك الحمد لله في ناس صارت توسع صابون من حلب مش هيك؟ ايه الحمد لله. بس انت منين بدك تجيب مصرات الصابون؟ ايش بيعرفني؟ بجيب من اعقوب، بكون مخمخم له شوية صبابين هنيك بجيب منه. ايه والله هذا اعقوب ابن حلال. ايه والله. لك اخ اهلا وسهلا. يسلم والدين، عزبتك معي. شكرا. اهلا وسهلا. طيب مطولي بشغلك انت وياه. وانت شو بدك مني؟ ان شاء الله نضل للصبح، في شغلة بدي اشتغلها انا وياه. لا يعني بس وحدي بكره جوزها مسافر على ايطاليا، بدل ما تسهر معه وتودعه تروح تسهر مع هذا اللي عنده بالشركة الاي تي. دخلك؟ انت بتعرف شو يعني اي تي؟ طبعا بعرف، يعني انا شاي. اوكي بس خلص شغل، اذا طلعت ولقيتك نايم راح اكتب لك على ورقه الاغراض اللي بدي اياك تجيبهم معك من ايطاليا. اوكي اوكي شوف يا جلال، جايتك هاي مدفوعة. لا يا مدام، الله يسامحك، أنت بعمرك ما قصرتي. لا لا ما فهمت علي، أنا بعرف إنه بعمري ما قصرت، بس اللي بيقصده إنه الشغل اللي بدنا نشتغله هلأ بده يخلص هلأ، وما بدي حدا يعرف فيه. مفهوم؟ مفهوم، أكيد. أوكي، افتح اللابتوب. كاميرات المراقبة، كاميرا المراقبة الموجودة بمكتب ابن جود، شوف لي التسجيلات اللي صارت اليوم الظهر بين الساعة 3 والساعة 4. الساعة 3 و 4. اوكي هي. يا جماعة أنا في شغلة، في شغلة رح تجنني. وقت بلشت هاي الحرب بال 2011 12 مدري امتى بلشت؟ 13 بالضبط. 13 قلت لحالي اخيرا ارتحنا، هلا الغنايا رح يصيروا فقره، والفقره اللي مثلنا طبعا انت مالك علاقه، الفقره اللي مثلنا رح يصيروا غنايا. قام شو صار؟ اكلنا الخازو. الغنايا صاروا غنايا كثير، والفقره صاروا فقره كثير. لك جود لك يا رفيقي يفهمني مشان الله، انتوا منين عم تجيبوا هالمصاري؟ منين؟ أم أنا إيه؟ قولي أنت أنا إيه؟ اختار لي بري وأنا أرسى عليه. أم أنا إيه؟ قولي أنت أنا إيه؟ بس انتوا منين عم تجيبوا مصاري؟ منين؟ شرفت
لحظة شايف وقت أخذت الظرف؟ هاي 3 ثواني بدك تلغي لي إياها، أوكي؟ ما أنا مشكلة مدام. رجعي من أول. لأنه ملاقي حدا مودرن أكثر. هون وقف. أوكي. شايف البنت لما وقفت ودارت ظهرها؟ إيه. شلون تغطوا الكتب والظرف اللي كان على الطاولة؟ تمام. أوكي. هلأ بس ترجع تلتفت بدي يختفي الظرف. أوكي؟ أوكي. وكأنه هي اللي أخذته. ما لها مشكلة. كمل. شرفت بمعرفتك. باي. وقف هون شوي. روح أمك أنت لا بتتقلب ولا بتتكشف. جود، هلا هي وقت طلعت من عندك من المكتب ومكسور خاطرة، أنت حاولت تتصل فيها شيء؟ طبعا حاولت أتصل فيها وكذا مرة، أنا أتصل فيها وهي تفصلني كل الوقت. الله يسامحك يا أمي على العملة اللي عملتيها. هذا إيش مسكر؟ صحيح، أنت لحالك اليوم بالبيت ولا عندك حدا؟ لا لحالي، خلص طفشت. شو كان عم بفهم من كلامك إنه ممكن ترجع تنام عندي؟ ما بعتقد، بس إذا أجتني الشجاعة اليوم ورجعت على البيت ولقيت أمي فايقة، يمكن ها يمكن إني عاتبها على اللي عملته اليوم. طبعاً إذا عاتبتها راح تكون النتيجة الطبيعية إني أجي نام عندك. بتشرف بيت أخوك، تصبح على خير. أنت من أهله. أنوار، رجعت عفوا. ليك رح ابعت لك رقم وحدة اسمها ديما، هي بتكون اختها لرسال، بدي اياك تتصل فيها وتلاقي لها شغل مناسب عندك بالمحل، شغل تكون مرتبة. شلون بدي اتصل فيها ولا هيك تعي من الباب للطاقة تعي اشتغلي عندي؟ ما بتزبط. لك لا اكيد مو هيك، هي لها فترة عم تدور على شغل، فاكيد بتكون تاركة رقمها بكذا محل. انت اتصل فيها وقول لها انه حصلت على رقمك وبعرف انك عم تدوري على شغل، يعني اكيد ما بدي اعلمك، انت بتعرف شغلك. ماشي بعت لي اياها. هي صار عندك. ماشي، تصبح على خير. دير بالك على حالك. انت من اهلك. سلم. رجع. شو بده هذا اخر الليل؟ الو. ايه هشام. خير شو صاير؟ لك اخي ما عم بفهم عليك. تعال فورا. عم اقول لك تعال فورا فورا، هلا لازم تجي، وبس تجي بفهمك شو صاير. طيب انت وينك؟ لك انا هلا قاعد بمطعم وما عم بقدر اتزحزح منه.
طيب يلا جاي. وينك؟ لا تنسى تجيب معك مصاري. ها ايه معي مصاري، لا تاكل هم. وين هذا المطعم؟ سجل عندك اخي. خلص بحفظ وقال لي وين. ايه 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 خلص 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 عرفته. ماشي يلا مشوار الطريق، مع السلامة. يا رب يعني منين تجيني المصايب. عليم نزل لي لتر مختوم من أفضل أنواع الويسكي اللي عندك، مع جزر وخيار بس، ما بدنا نكلفه للزلمة حرام. صعب الشيء اللي طلبته منك؟ لا أبداً مدام، كتير سهل. أنا قصدي أخلاقياً. وأنا قصدت أخلاقياً. أوكي، برافو. طيب، هلأ بدي أسألك، اللقطة اللي طلبت منك تمنتجها بتبين إنه مقصوصة؟ لا، إلها حل. شو الحل؟ في برنامج مختص بهي الأمور. وما بتبين؟ من سابع المستحيلات، إلا إذا شاف حدا مختص. أوكي، بس هيك حيبين إنه البنت هي اللي أخذت الظرف. مين قال لك إني أنا بدي أتهمها بأي شيء؟ انت ساوي اللي عم بقول لك عليه وبس. امرك. قد ايه بدك وقت لتخلص؟ حياخد معنا وقت بين الثلث ساعه والنص ساعه. اوكي، جيت بتاكسي مثل ما قلت لك، ما هيك؟ صح. طيب، في سياره انا صاففتها ورا الفيلا، بتاخدها وبتوديها لبيت رفيقتي صفا، بتعرفها ما هيك؟ طبعا. طيب، بتصف لها سيارة قدام باب البيت، وبتدق علي الباب وبتعطيها المفتاح، هي ناطرتك. أمرك. ولا تنسى تترك لي سيدي من الشي اللي عم تشتغله، وبس توصل على البيت حاكيني، بدي اياك بشغلة تانية. حاضر. أوكي. عيونك يا أبو شمرا شهر بالليل علم وقت أدحتي ولا ممكن ولا شكرا. خير هشام، شو صاير معك؟ شو في؟ أنور أهلا، شو جابك؟ شو جابني؟ لك شو صاير معك؟ شو في؟ لك شو صاير يا زلمة؟ مصيبة. لك مصيبة شو؟ فهمني. عود لأحكي لك. عود، ما فهمت عليك على التليفون، فهمني هلأ شو صاير معك. لك هذا الكلام ما بينحكى على التليفون يا عمي. ايه شو بينحكى؟ هات لشوف احكي لي. معلم، أعطينا كاسة مرتبة لحتى شربه لأخوك أنور من أفضل أنواع الويسكي. ايه شايف معلم. شو عم تعمل؟ ريس شو عم تعمل؟ عشان نشربك ويسكي على كيفك. معلم مسك هاي القنينة خليها عندك، خود صب لي كاس من عندك. ليش يا زلمي؟ هات خلص. لك خلص اتركنا من القنينة، شو صاير معك؟ ليه جبتني على ملات وشي؟ يا زلمي والله زعلتني مراي. شو بك انت؟ لك ليه جبتني على ملات وشي؟ فهمني. صحتك. صح. فهمي يا انوع، انا جبتك لحتى نحارب الفساد. نحارب شو؟ الفساد. أنا جبتك على وجه السرعة لحتى شكل أنا وياك خلية نحارب فيها كل الفساد والفاسدين. أنا وياك؟ خلية يعني هن؟ لا تمام. شوف طلع هذاك الزلمة، شوفه مني. شو لابس؟ أنا واحد. هذاك اللي لابس طقم، شو لابس؟ إيه شبه. شو لابس؟ لابس طقم. معناته زلمة فاسد هذا. هلا لانه لابس طقم صار رجل فاسد؟ طبعا يا انور، كل الانسان بيلبس طقم وبيهندس حاله ببين مهم، هذا انسان هذا انسان
نحن لازم نسحق الفساد، هذا هو الفساد، نحن لازم نسحقه مشان ما يشكل مرض وبعدين يشتري بالمجتمع. يشتري شو؟ يشتري بالمجتمع. شو يشتري؟ يستشري بالمجتمع. يستشري. 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 هذا إذا استشرى شو بيصير فينا نحن أنواع؟ شو بيصير فينا؟ هلا بزمتك بزمتك يا جوز خالتي، احنا لازم نحارب الفساد بزمتك. نعم. انت مو جايبني لهون على منات وشي مشان ادفع لك حق هاي القنينه اللي ما خليتك تطقها؟ وين اعطيني القنينه؟ تركنا من القنينه. بدي اخذ القنينه. لك بزمتي انك انت اللي رجل فاسد. حبيبي اترك هاي القنينه عندك واعطيني حساب المشاريب اللي يشربون وحساب هدول المشاريب. وحياتك لحارب. تركني لحارب القنينة. والله لحارب الفساد. والله خليك تحارب. تمام اعطيني. اترك القنينة. مسك معلم. بس ما بتعرف. خذ غراضك يلا. وانا زعلت منك. تسلم ايديك. يلا شرف خليني هون. زعلت منك. روح اترك. انا رح اضل حارب القنينة وبدي اخذ فساد. اعطيني. تركنا تعال بقى. كل هدول بدك اغراض من ايطاليا؟ صباح الخير استاذ، شو بتحب تشرب؟ صباح الخير قهوتي. حاضر. لحظة شوي. نعم. خذي هدول كبيهم بالزبالة. حاضر. الله معك حبيبي. مرسل. الله يحميك. وفا. ايه. كل نص ساعة بتدق لي. مو؟ ما ايه تنسى. خلاص خلاص لا تاكلي هم. خلاص كل نص ساعة بدق لي. بتعرفي اجي على بالي ما اروح؟ اجي على بالك روحي. اجي على بالي اكل زعتر من اللي جبته معي من حلب.
يا علي احط لك تاكل شوي. لا 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 ساوي سندويشه باخذه معي احسن. يا على راسي. تفضل ادخل. حبيبي على الدنيا اذا غبت وحشه فيا قمرا قل لي متى انت طالع. جاي اخذ رزان. تكرم عينك بس خلص وقت الحصه بامكانك تاخذها. لا من بعد امرك هلا بدي اخذها. تعي معي حبيبتي. ما بقدر هلا بس لتخلص الحصة. والله إذا ما بتقومي معي هلا باخدك وبحملك على ظهرها. مجنون؟ والله إنك مجنون. بعدين أنت إجابك من حلب لهون إجاي تساوي بالشام. اشتقتلك وجاي أخدك وأهرب فيكي. أمي روحي معه أحسن ما يحملك. والله بحملك. ها يلا أمي. تعي معي. أنا منفصلة منفصلة عن جوزي. الظرف الأبيض تبع مبارح وينه؟ أنا بيهمني صفة الأمانة خاصة بخيامي. عم تعامليني وكأني تاجر يا أمباسي. لا أنا جاي لعندك بشغل. فراس ما بعرف إيش بدي أقول لك. يعني هذا المبلغ اليوم مو متوفر معي. قصدك رئيفة تبع القهوة والشاي؟ إيش في عنا رئيفة غيرها بالشركة؟